مشهد يختصر ما آلت إليه العلاقة بين حركة النهضة التونسية والرئيس قيس سعيد. زعيم الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يقف عاجزا عن دخول البرلمان الذي ترأسه بصناديق الاقتراع. تصدرت حركة النهضة المشهد السياسي التونسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي عام 2011، وظهرت كحزب سياسي قوي بعد عقود من الإقصاء، واستطاعت أن تنتقل من حركة معارضة إلى الحزب الحاكم. تبنت الحركة ذات الطابع الإسلامي النظام البرلماني بديلا عن الجمهوري الذي يركز السلطات بيد الرئيس، وتبنت كذلك مفهوم الدولة المدنية، وتحالفت مع أحزاب سياسية مشكلة ائتلاف الترويكا الذي أوصل محمد المنصف المرزوقي إلى الرئاسة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كان حزب حركة النهضة طرفا في الحكم دون أن يكون في الواجهة، وتبنى في خطابه مواجهة خطر الثورة المضادة، وأنشأ تحالفا مع نداء تونس تعبيرا عن وحدة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الإصلاحات. مع انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية باتت العلاقة أكثر توترا بين رئيس البلاد والنهضة، ففي مطلع هذا العام رفض سعيد أداء الوزراء الجدد لليمين بعد تعديل وزاري ضغطت من خلاله النهضة لإجرائه. ومن هنا اندلعت شرارة المواجهة، ودعا حزب النهضة أنصاره إلى التظاهر في قلب العاصمة دفاعا عن المؤسسات والشرعية. التوتر بين الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة منذ 30 عاما وبين الرئيس سعيد الحديث العهد في الحكم وصل أوجه بقرار الأخير تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، لكن مناصري النهضة وصفوا القرار الرئاسي بأنه انقلاب على الثورة والديمقراطية.